هسا الهيت هي اللي بتيجي من الشمس، اوكي، ايش بنسميها؟ الها اسم، اوكي. الحرارة اللي جاي من الشمس الها اسم، بنسميها سولار هيت، اوكي. شو يعني سولار هيت؟ يعني اللي هي الحرارة اللي بتيجي من الشمس، اوكي، الطاقة الشمسية. مالها؟ هل بتلوث البيئة؟ تمام. يعني احنا عنا شمس هسا، الحمد لله كل يوم عنا شمس بنستفيد من حرارتها، تمام. هل بتلوث الانفايرومنت؟ هل بتلوث البيئة؟ اكيد لا. اذا solar heat does not، اوكي، شو يعني does not؟ يعني ما بتلوث البيئة، does not pollute the environment، ما بتلوث البيئة. شو يعني pollute؟ pollute يعني تلوث، تمام. بس السولار هيت اللي هي الطاقة الشمسية، اذا شو بنحكي عن الطاقة الشمسية؟ solar heat، تمام. does not pollute the environment، ما بتلوث ال environment، اوكي، تمام. هاد كل اشي بالنسبة للشمس، اوكي. اذا ال major source of heat is the sun. The sun عبارة عن large ball of burning gases، اوكي، غازات مشتعلة مع بعض بتعمل هاي السن، وهي بعيدة عنا 150 مليون كيلومتر. and solar heat does not pollute the environment، ما بتلوث البيئة، تمام.